انا مش عارف ليه مركزين مع مطربين المهرجانات اكتر. عمر كمال يرد حصريا على بلاغ مصادره امواله. مش عايز اعلق على الموضوع ده يا ندامه. انا مش فاهم ليه دايما مع ان الدوله المصريه والقائمين عليها ناس محترمين وناس عندهم علم بكل واحد يعني في الوسط بتاعنا الناس الشخصيات العامه دي بيعمل ايه. انا الحمد لله انا بتكلم عن نفسي كعمر، انا واحد بدفع ضرايبي وبسدد رسومي مقيد في نقابتي ماشي يعني ماشي الحمد لله كويس جدا، فمصادر فلوسي معلومه منين كلها. بالطريقه دي رد عمر كمال على البلاغ العاجل اللي تلقاه المستشار حماده الصاوي ضد حمو بيكا، حسن شاكوش، عمر كمال والعديد من مطربي المهرجانات جوه مصر، واللي بينص على مصادره اموالهم لانهم بيرتكبوا جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، حيث ان كلمات اغانيهم تحوي عبارات تحريضيه على حمل السلاح وتعاطي المخدرات. مش عارف ليه مركزين مع مطربين المهرجانات اكتر. انا مش عارف، بس الخبر ده اللي اثار حزن وتساؤلات عمر كمال لسه في اطار الاخبار. ما جاليش اي اختيار رسمي لحد النهارده، وفي مطربين قصدي في محامين بيكونوا الغرض منها الـ 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 الشو بس، عايز يعمل اي حاجه فيخبط في اي حد معروف او ترند او عليه جدل فينزل له خبر يتعرف هو. وجدل من نوع تاني كان اتسبب فيه مؤخرا عمر كمال وقت اللي تداول ردود السوشيال ميديا فيديو ليه بيغني بلفظ خارج، ده اللي ادى لقرار مجلس اداره نقابه الموسيقيين بايقافه لمده اسبوع. كل اللي طب العيلي شغله طلع على الداف ابن اصول، كل اللي شغله بهزر مع اصحابي وممكن وارد يحصل اكيد طبعا، مش بقول لك دي حفله في الساحل قدام جمهور فيه اطفال وفيه اسر كتيره، تفاهم وجهه نظري؟ لا طبعا ما استحاله اقول كده قدام اسر وقدام استحاله، ده عمري في حياتي ومشهود لي ان انا راجل محترم ويعني مش شخصيه جدليه. ففي ناس من مصلحتها اللي انا ما اشتغلش، لان الساحل بفضل ربنا هم كام شخص الحمد لله ظاهرين ومعدودين الموسم ده في الحته بتاعتنا بتاعت الشعب يعني. ففي ناس من مصلحتها ان عمر يقعد، عمر ما يشتغلش، لان عمر لو اتعطل هم فاكرين ان الرزق هيروح لناس تانيه وده حاجه مش مظبوطه يعني. وعفويه عمر كمال دي كانت سببت له قبل كده باكتر من مشكله، اخرها كان مع حمو بيكا اللي حسب الاخبار وصفه بانه ما بيعرفش يغني. مش عارف والله، مش عايز اعلق على الموضوع ده، انا كل ما يعني عفويتي وطبتي موداني في ده، كل ما اتكلم بعفويه اجي اشرح حاجه بحس ان انا بخش في مشكله. ماريا نار الغاب الوقت العب يا فار، انا شفتك حسيت بنيار، انا انفع اللي بيعلى الطيار، ناس يا ناس البت فيك وقلبك كاس، عمري جمالك ما هيتقاس، انتي في قلبي وجوه الراس. وعلاقته مع سمية الخشاب اللي اجتمع معاها في ديو بأغنية أوعدك ما سلمتش من بعض البلبلة كمان. أوعدك أدفع عمري وأدفع مهر وأتجوز على آخر الشهر، أكل لك سندك وأبقى الضهر، حبك رزق ولعبة زهر. أوعدك يا ندامة. ما فيش أي حاجة حصلت، أنا قلت كلمتين اتفهموا غلط برضه وبقولها من خلال ايتي بالعربي يعني، انا ممكن اكون طموح شويتين، فانا قلت يعني بقول يا جماعه انا بالنسبه لي يمكن اتعودت على رينج معين يعني. انت مثلا لو بتقبض في الشهر 50,000 جنيه لو جيت اديتك 10,000 جنيه هتحس ان القبض ده بالنسبه لك قليل. انا بقول انا ربنا كرمني وبفضل ربنا والناس دعمتنا فبنجيب ارقام كبيره، فانا لما بتسال الاغنيه قلت انا مش شايفها عملت نجاح اللي انا منتظره. ده انا جامده وجد الفش، انا عايزه في كل بلد بقى قش، انا متلقبه كده ملبن مصر بيمشي ورايا لحد العصر. بس التصريح ده ادى لتوتر العلاقه بين عمر كمال وسميه الخشاب. تعاون معاها تاني ممكن بقى في التمثيل. وبعد ما وضح عمر للجمهور موقفه من عدة نقط كان لازم نتنقل لموضوع تاني ونسأله عن جديد. إن شاء الله الفترة الجاية هتشوف المهرجان في حتة تانية خالص كمزيكا وألحان وكل حاجة. عندي الفترة الجاية بجهز حاجة مع شريك النجاح حسن شاكوش، بعمل معاه حاجة مهمة جدا، كمان بعمل حاجة مع الفنان الشعبي الجميل الفنان عباس حمودة إن شاء الله برضو عمل معاه حاجة كويسة جدا، وإن شاء الله كمان في تجربة سينمائية إن شاء الله يعني إن شاء الله داخلها في أول 10 نصور مفاجأة حلوة جدا يعني.